كما استقبل سموه رعاه الله بقصر بيان صباح اليوم، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، استقبل سموه حفظه الله وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم لحمود الصباح، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للرياضة الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، وفريق العمل لإعداد استراتيجية الهيئة العامة للشباب، حيث قدموا لسموه ولسمو ولي العهد حفظهم الله استراتيجية الهيئة العامة للشباب للأعوام 2016-2017-2020-2021، والتي ستكون عنوانا لرؤيتها وخططها التنفيذية. وقد أكد سموه رعاه الله على أهمية مواكبة احتياجات الشباب والاهتمام بتوفير كافة السبل لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المستقبلية، متمنيا سموه لهم دوام التقدم والنجاح. بنا يشوف ابناء الشباب ما هو قاموا فيه ان شاء الله لبلدهم، ليش؟ وهذا املنا فيكم كبير ان شاء الله. مشكور يبا، الله يوفقكم ان شاء الله ما في الخير. طال عمرك سلمت وثيقه وطنيه من الشباب لسموك، وكانت احد توصياتها انشاء وزاره الدوله لشؤون الشباب. استطاعت الوزاره الشابه طول العمر ان توجد لغه شبابيه في الجهاز الحكومي، وايضا ان حققت من خلال عملها ان تفصل بين الهيئه العامه للرياضه والهيئه العامه للشباب. واحنا طال عمرك بدورنا في الهيئه العامه للشباب خذينا منهجك طول العمر، وخذينا توجيهاتك وترجمناها، بان ذهبنا للمحافظات السته، وكانوا مشكورين اصحاب المعالي المحافظين بجعل الشباب شركائنا ويعدون استراتيجيه معنا. اتمنى ان شاء الله تستمروا في عملكم، واي شيء يعني يخطر في بالكم، وحمد موجود، وحمد نيابة عني، أي شيء يعني يشوفونه أو يفكروا فيه شيء في أهمية للبلد قدموا، لا تستحوا، كلنا نخدم هالبلد. ذلك بارك الله فيكم وأعانكم الله على اللي أنتم فيه. استمعنا إلى سموه لإرشاداته ونصائحه، أن يعني نركز على الشباب ومتطلباتهم واهتماماتهم، خصوصا أن احنا يعني المحيط الإقليمي فينا كما ترون أن محيط يعني في بعض المشاكل وبعض الغلاقل، وسموه يعني أمرنا بتوجيهاته أن ما نلتفت إلى هذه القضايا ونركز على اهتمامنا في الشباب. وتم تسليم صاحب السمو نسخة من هذه الوثيقة، وتم تسليم سمو ولي العهد نسخة من هذه الوثيقة. تشرفنا بمقابلة أبوية سامية لحضرة صاحب السمو شيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه، قائد العمل الإنساني، وخذينا توجيهاته وخذينا تعليماته فيما يخص العمل الشبابي وعطاء المساحة للشباب وإعطاهم الفرص حتى أن يبرزون إمكانياتهم ومهاراتهم لتحقيق المنفعة لهم والمجتمع الكويتي. وأيضا كانت توجيهات سمو ولي العهد حفظ الله ورعاه بأن لابد أن نكون دائما متواجدين بين الشباب، وإشراك الشباب ويكونوا شباب هم الفاعل الأساسي في تحقيق التنمية، وأيضا الشباب يكون لهم دور في تحمل المسؤولية وفي بناء الوطن. حضينا في هذه المقابلة، كانت المقابلة فيها توجيهات سامية لحضرة صاحب السمو واهتمام منه صاحب السمو في الشباب لأنهم هم قادة المستقبل. لتقديم الاستراتيجية الخمسية للهيئة العامة للشباب، وهي أول استراتيجية للهيئة العامة للشباب كونها جهة جديدة من 2016 إلى 2021. والحمد لله حضينا في لقاء أبوي سامي، وأخذنا التوجيهات من سيدي حضرة صاحب السمو للشباب ومن الشباب أيضا،
وكافي وجودنا هنا هذا دعم بحد ذاته من سيدي صاحب السمو اللي اعتبره ابونا ابو ناصر.